اكو مشكله؟ لا ماكو مشكله. والحوزه ببابك مولانا، والحوزه بالامس كان يقول بنجاسه اهل الكتاب، هل يوم يقول شنو؟ بطهاره اهل الكتاب. بالامس كان ينكر ولايه الفقيه، هل يوم شنو؟ يؤمن بولايه الفقيه. بالامس كان لا يؤمن بالاسلام السياسي، هل يوم من زعماء ماذا؟ الاسلام السياسي. بالامس هو صاحب نظريه الحسبه، اليوم يصدر بيانيه يقول خلوا رئيس وزراء، صعدوا رئيس وزراء، انتهت القضيه امامكم، امامكم. اذا انت معتقد بنظريه الحسبه كما السيد الخوئي وغيره، على اي اساس تقولون تقول اقبل او شنو؟ او لا اقبل؟ على اي اساس؟ شنو دورك انت؟ ما ادري واضح ولا؟ خو بيني وبينه. ولهذا اقول لا علاقه لك بلقلقه اللسان، شوف عمله، اقرا كتابه، اقرا بيانياته، اقرا مواقفه، تجده مواقف ما هي؟ من يؤمن بالولايه لو يرفض الولايه؟ هو يؤمن بالولايه، وان كان في من يسال يقول لا لم يقم عندنا دليل على الولايه. التفتوا اعزائي، اذا تقويه الحس ماذا؟ وان تتواضع للعلم وتقول هذا ما انتهيت اليه. شنو اعزائي؟ فعلا.